بيقولوا لي ايه الفرق ما بين الريزن وما بين الايبوكسي، لكن هي الماده الاساسيه او الماده الخام او الماده الام او المسمى الرئيسي والاساسي هو. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناه ايبوكسي اول. فيديو النهارده مهم جدا لكل الناس المرتبطه في مجال الريزن او مشروع الريزن. اتمنى من كل الناس انها ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوا يا جماعه اي فيديو بينزل للنهايه، لان اي فيديو بينزل بيكون فيه معلومات مهمه جدا جدا جدا. زي ما حضرتك تابعتني الفتره اللي فاتت او الفيديوهات اللي احنا كنا بننزلها عن مشروع الريزن او مشروع الايبوكسي ريزن او فن الريزن عموما، دايما احنا شغالين بمادة اساسية او مادة رئيسية هي اللي احنا بنشتغل عليها وبنصنع منها الاشكال الديكورية الحلوة اللي انت بتشوفها معانا. المادة دي اسمها مادة الريزن، لكن في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه مادة الريزن، ومادة الريزن دي اساسها ايه او مشتقة من ايه، والفرق بينها وبين البوليستر، وايه هي الاضرار والكلام ده كله. في بالفعل فيديوهات كتير نزلت على القناة عن اضرار الريزن، وحاول انك تشوف اي فيديو منهم عن الاضرار لو حضرتك هتبدأ لاول مرة. طيب المادة الأساسية بتاعتنا اسمها إيه؟ اسمها مادة الريزن. مادة الريزن. طيب هي مادة الريزن دي مادة إيه؟ المادة دي مشتق منها أكتر من حاجة. مشتق منها أولاً مادة الإيبوكسي اللي إحنا بنشتغل بيها. يبقى حضرتك لما تيجي تشتري المادة، المادة اسمها إيه؟ المادة الشفافة اسمها إيه؟ اسمها مادة الإيبوكسي ريزن. تمام؟ علشان برضو بيكون في لخبطة، أصل السؤال بيتسأل لي إزاي؟ بيقولوا لي ايه الفرق ما بين الريزن وما بين الايبوكسي، لكن هي المادة الاساسية او المادة الخام او المادة الام او المسمى الرئيسي والاساسي هو الريزن. الريزن مشتق منه او خارج منه او فيه مستحدث منه اسمه مادة الايبوكسي. مادة الايبوكسي دي اللي احنا بنشتغل بيها وبنعمل منها ديكورات وشيالات وبنعمل منها صواني وحاجات اشكال ديكورية زي كده. تمام؟ يبقى المادة اللي احنا بنشتغل بيها وبنشتريها والتجار بيبيعوها والناس كلها بتسأل عليها اسمها مادة الايبوكسي ريزن. تمام؟ هل دي المادة الوحيدة اللي موجودة في السوق؟ لا طبعا. طب ايه اللي موجود تاني؟ مادة الريزن برضو مشتق منها مسمى تاني. مسمى تاني او مادة تانية تسمى البوليستر. تمام؟ يبقى انا معايا دلوقتي المادة الاساسية او المادة الرئيسية او المادة الام. الام دي مشتق منها حاجتين، هو مشتق منها اكتر من حاجة، بس انا في الفيديو بتاعي بقولك انها مشتق منها حاجتين اتنين، مادة الايبوكسي ومادة البوليستر. احنا شغالين في الهاند ميد، احنا كمبتدئين، احنا كناس فنانين بنشتغل بمادة الايبوكسي. تمام؟ طيب ايه هو بقى البوليستر؟ البوليستر مادة تانية شبيهة للإيبوكسي بالظبط، شبيهة وليست زيها، يعني مش هي هي. يبقى السؤال بتاع عنوان فيديو النهاردة او فيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الفرق ما بين الإيبوكسي والبوليستر. انما الفرق ما بين الريزن، لان المادة الاساسية اسمها ريزن، هفرق بينها وبين ايه بقى؟ فمش هينفع. لكن لما اجي افرق ما بين مادتين ليهم خواص فنيه واحده وفي فروقات ما بينهم، اللي هي ماده الايبوكسي وماده البوليستر. يبقى انا لو مبتدئ بدور على الفن بتاعي، بدور على الماده الاساسيه، عايز اشتري الماده بتاعتي، فحضرتك اساسا لما تيجي تشتري هتشتري ماده الايبوكسي ريزن او ماده الايبوكسي فقط، والناس مسميها ريزن. تمام؟ طب البوليستر؟ البوليستر ده عبارة عن مادة شبيهة لمادة الإيبوكسي زي ما قلت لك، لكن خواصها الفنية أقل. يعني إيه خواصها الفنية أقل؟ تعال هنا بقى نقارن ما بين البوليستر والإيبوكسي اللي إحنا بنشتغل بيه. أولًا عندك الإيبوكسي شفافية ولمعان حلوين جدًا. البوليستر أقل في الشفافية وأقل في اللمعان. تمام؟ عندك الإيبوكسي له نسبة وله مواصفات فنية، النسبة بتاعته معروفة والمواصفات الفنية بتكون موجودة على العبوة، لكن البوليستر أنا بالفعل ولا مرة شفت له مواصفات فنية. يعني النوع ده مخصص لإيه؟ أشتغل بيه إمتى؟ ينفعني لإيه؟ هكذا.
والنسب بتاعته غير معروفة بالمرة، معروفة للي شغال من زمان، للي شغال بقاله كتير، للي ايده في المادة على طول. لكن انا كمبتدئ يروح يقولك ايه بقى في البوليستر، يقولك هتحط مش عارف كوباية من البوليستر عليها غطا من المصلب. طب انا لو جيت مثلا كمبتدئ زودت من الغطا بتاع المصلب ده شوية، قللت شوية، ايه اللي هيحصل؟ ما الحاجة هتبوظ، هتتكسر، هتبصم، هتلزق، مش هتنشف، هكذا. فالنسبة بتاعته غير متعارفة بالمرة. فأنا كواحد مبتدئ مش هينفع معايا ان انا ما كنش عارف النسب. انما الايبوكسي له مواصفات فنية مكتوبة على العبوة، العبوة مكتوبة عليها النسبة بتاعته، يعني اصب كام لكام، احط كام ايبوكسي وكام مصلب. فبالنسبة لي الدنيا بتكون اسهل بكتير. تعال اقولك للريحة مثلا، الريحة بتاعت المادتين، اذا كانت مادة الايبوكسي ومادة البوليستر. مادة البوليستر ريحتها افظع بمراحل، الريحة بتاعتها لا تطاق. انما ريحة الايبوكسي هو في ريحة، بس هنا الشركات بتنجح او يعني بيتفوقوا على نفسهم او على الشركات الاخرى ان هما بيخلوا ان الريحة تكون منعدمة الى حد ما. يعني لو فتحت عبوتي الايبوكسي وانا هنا وهي هناك مثلا كده مش هشم الريحة. انما لو فتحت البوليستر وسبت العبوة هناك مثلا هنا وانا هنا، الريحة يعني هتملى المكان. فبالتالي ريحته مش الطف حاجة، ريحته فظيعة جدا. ولازم على فكرة في الاضرار اللي انا بقولك اتفرج عليها في اول الفيديو، احنا بنشتغل بماسك وبنشتغل بجوانتي، يعني دي حاجة مهمة. تعال اقولك برضو عندك في المواصفات الفنية المتعارفة في الايبوكسي ان هو من افضل انواع الريزن. انا بقولك من افضل انواع الريزن ليه؟ لانه مشتق من الريزن. البوليستر اقل بكتير من الايبوكسي، اقل بكتير حتى في السعر. ممكن تلاقي الايبوكسي سعره مثلا الكيلو عامل 400، ممكن تلاقي السنة البوليستر سعره عامل 200 جنيه. فرق السعر الرهيب ده يخليك تعرف ان في فرق ما بين المادتين، في فرق ان الايبوكسي افضل وفي فرق ما بين البوليستر اقل في كل التفاصيل او كل المواصفات الفنية. تعال اقولك بقى لو انت مبتدئ او انت بنت او انت واحدة ست عندك اطفال او مش هتشتغلي في البيت، المادة اللي احنا ينفع نشتغل بيها في البيت هي مادة الايبوكسي. اما البوليستر ما بيشتغلش بيه غير بقى ايه؟ الصناعية، العمال، المهندسين، الناس اللي عندها ورش، الناس اللي شغالة في المادة ديت وعندها بقى مصانع، لان هو له اكتر من شغل وله اكتر من طريقة. لكن انا كواحدة مبتدئة بقى، لسه مبتدئة، بنت، ام، ست بيت، هفتح المادة ديت عندي في البيت، خلاص يبقى مش هينفع معايا، لان المادة ريحتها لا تطاق ومواصفاتها الفنية فعلا فظيعة معاكي. طيب هل الريزن بيتكسر؟ هل الايبوكسي بيتكسر؟ هل البوليستر بيتكسر؟ الايبوكسي والبوليستر الاثنين بيتكسروا. هل البوليستر بيصفر؟ هل الايبوكسي بيصفر؟ الاثنين بيصفروا. هل الايبوكسي او هل البوليستر الاثنين فيهم خدش؟ يعني انا لو جبت مفتاح او سكينه او اي حاجه وعملت كده على القطعه هتتخدش؟ هتتخدش. لو جبت ولعه وولعت القطعتين هيولعوا. يبقى في مواصفات فنيه للمادتين زي بعض تماما، وفي مواصفات فنيه للمادتين يختلفوا فيها عن بعض، زي الشفافيه، اللمعان، السعر، النسب، وخلي بالك الاضرار. الاضرار انت بتتكلم في ضعف الاضرار، وفيديو اضرار الريزن موجود على القناه. يبقى عشان بس ما نطولش في فيديو النهارده، فانا في مجالي انا كواحد مبتدئ او في الهاند ميد، احنا شغالين بالايبوكسي ريزن. اما البوليستر ده له ناس متخصصه، انا ما بقولكش ما تشتريهوش، عايز تشتري اشتري، ده حاجه شخصيه بينك وبين نفسك وترجع لك. انا هنا دوري ان انا اوريك الفرق وانصحك، لان معظم اللي بيتفرج عليا بنات، 90% منهم بنات. ما ينفعش ان حضرتك تشتري البوليستر وتشتغلي بيه علشان الاضرار والمواصفات الفنيه مش افضل حاجه. تمام، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.